السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ على قناتي الحميدي. إذا من خلال هذا الدرس سأشرح بعض الأخطاء الشائعة والتي يقع فيها معظم التلاميذ، خصوصا التلاميذ المقبلون على الامتحانات البكالوريا أو الامتحانات الجهوية آداب وأيضا حتى علوم يعني بصفة عامة. إذا سأبدأ بالخطأ الأول، ويعني أثناء التصحيح الأوراق التلاميذ نجد مثلا بعض النصوص تكون نصوصا غير منسجمة، فبالتالي قد تؤدي بلا محالة بالتلميذ إلى الهلاك. مثلا نجد بأن النص يكون غير منسجما، وإذا عدت إلى السؤال فتجد على أن أكتب مثلا نصا منسجما يعني بين المقدمة والعرض والخاتمة، وهذا ما لا نجده في معظم الامتحانات أو في معظم يعني الامتحانات النهائية. إذ نجد مثلا مقدمة، قد يسقط التلميذ ويأخذ مقدمة من هذا التلميذ، وقد يأخذ العرض من زميله آخر، وقد يأخذ الخاتمة من تلميذ آخر ويدمجهما. إذا فبالتالي قد يكون لا محل نص غير منسجم. إذا هذا الخطأ هو الخطأ يعني الأول، أنصحكم أن تجنبوا هذا الخطأ. وسأنتقل بكم إلى الخطأ الثاني، وهو هي أخطاء إملائية، وأرجوكم أعزائي التلاميذ أن تتجنبوا مثل هذه الأخطاء، لأن المصحح حينما يصحح الأوراق في بدايتها يجد الأخطاء قد يعني يشمئز من نوع هذه الأخطاء، خصوصا وأنكم يعني في الأولى باك أو في الثانية باك وترتكبون مثل هذه الأخطاء. سأعطيكم مثالا، قد تكتب مثلا التاء المبسوطة تاء مربوطة، وقد تكتب الهمزة التي يجب أن تكتب على الألف تكتب على الياء، والهمزة التي يجب أن تكتب على الياء تكتب على السطر، إلى غير ذلك من الأخطاء يعني الشائعة. وتكتب الصاد سينان والزين صادان، إلى غير ذلك من الأخطاء الإملائية. إذا وأنصحكم في هذه يعني في هذا الخطأ، مثلا إذا لم تستطع أو لا تعرف مثلا كيف تكتب التاء مثلا مبسوطة أو مربوطة في كلمة معينة، فأنصحك بأن تغير هذه الكلمة، ونحن يعني في اللغة العربية لغة غنية ولغة يعني غنية بالكلمات وبالمفردات إلى ذلك، فتغير مثلا هذا المصطلح بمصطلح آخر، فبالتالي قد تجنبت عفوا يعني هذا الخطأ. وسأنتقل بكم إلى الخطأ الثالث، وهو يعني تنقل بعض النماذج من الإنترنت، وغالبا تكون نماذج يعني غير صالحة لذلك الامتحان. صحيح قد تكون يعني هذه المنهجية يعني صائبة وصحيحة لامتحان معين، وقد تكون خاطئة لامتحان آخر، فبالتالي مثلا أنصحك بأن يعني أن تفهم هذه المنهجية قبل أن تنقلها من الإنترنت. يجب أن تفهم هذه المنهجية فهما صحيحا وتضبط عناصرها إلى غير ذلك، لأن مثلا قد نجد أحد السؤال قد أضيف صاحب الامتحان سؤالا معينا في ذلك الامتحان، وأنت تأتي بمنهجية وقد لا تتضمن وتلك المنهجية ذلك السؤال، فبالتالي قد جنيت على نفسك في نقطة أو نقطتان أو ثلاث نقاط في ذلك السؤال. إذا هذا الخطأ الثالث. سأنتقل بكم إلى الخطأ الرابع، وهو أغلب يعني التلاميذ حقيقة يرتبكون في أثناء الامتحان، ويكونون يعني أغلبهم لم يهيئوا دروسهم بشكل جيد، ومثلا تجده يخلط بين الدروس. مثلا أعطي سؤال في درس الثالث من في الدورة الثانية، وقد تجده يكتب مثلا لدرس في
الدورة الأولى، أي يخلط ما بين الدروس، وهذا يعني خطأ شائع يقع فيه معظم التلاميذ، ويخرجون من الامتحان ويقول لك إنني اشتغلت بشكل جيد وإلى غير ذلك. والخطأ الخامس وهو عدم ضبط المنهجية، وقد تطرقت إلى يعني هذا الخطأ في الخطأ الثالث، يعني الخلط عدم ضبط المنهجية. مثلا تجده منهجية، أعطيكم مثلا خصوصا يعني للباك، منهجية مثلا سؤال ذات غير 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 يعني مضبوطة جيدا، قد يكتب بمنهجية إحياء النموذج أو قد يكتب بمنهجية تكسير البنية وتجديد الرؤية إلى غير ذلك. إذا رجاء زملائي التلاميذ ضبطوا جيدا هذه المنهجيات، ضبطوها من بدايتها إلى نهايتها. إذا من خلال هذه الحلقة سأكون قد تطرقت إلى 5 أخطاء شائعة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم يعني كل جديد. إذا أضرب لكم موعدا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.